نبقى مع تقرير عن ما نهدف إلى تغييره في الواقع القائم في البلاد صوره بعض أعضاء حركة شباب لبنان. إيماننا ببلدنا كبير ومتكنين على وحدتنا لنكون صمام الأمان للبنان. نحن بلبنان عنا أعلى كلفة للاتصالات وللإنترنت وأضعف خدمة وسرعة بالعالم. بدنا خدمة وأسعار مقبولة. العجز بلبنان صار كتير كبير والفساد عم يتفشى. بدنا حكومة إلكترونية والمعاملات تصير بالبريد حتى نحارب الرشوة والفساد. الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية هن ضمنتنا. بدنا موازنة أكبر للجيش والمؤسسات. بلبنان عنا مواهب كتير بس تسويق أصبح مكلف. بدنا دولتنا تلقلنا أصحاب المواهب والإدراك وتساعدنا. البطالة منتشرة بين الشباب حتى بالحد الأدنى. ما في وظائف، بدنا نأمن وظائف. كل ما نكون بالطريق منشوفهم متسولين. بدنا مؤسسات تقوي هالناس لأن حقهم بالحياة المقدس. السياحة هي أكبر مورد للخزينة وأكبر محرك للعجلة الاقتصادية. بدنا أمن واستقرار بلبنان وتسويق لبنان بالخارج لترجع السياحة مثل ما كانت. أهلنا عم بيموت على باب المستشفيات، ضمان مهدد بالتسكير، ضمان شيكوكا ما في، بدنا ضمان شيكوكا. كهرباء بلبنان من أهم أسباب الدين العام. صارت مكلفة أكثر من حق معامل. بدنا كهرباء 24/24 مثل ما عم توعدوا الناس من أكثر من 20 سنة. النازحين من كل الجنسيات رح يصيروا أكثر مننا وعم يقضوا مكاننا بكل شيء. بدنا خطة لعودتهم لبلادهم بأسرع وقت ممكن. أوتوستادات لبنان عملت من عقود لعدد صغير من السيارات. بدنا فرقات أوسع وتنظيم لها لأن ما بدنا نتأخر عن مواعيدنا ساعات. بدنا تفعيل ودعم للقطاع الزراعي. بدنا مطارات وفروع على الجامعة اللبنانية بكل المناطق. بلشنا من زمان ورح نكفي لكتير وقت لأننا عارفين إنه الإصلاح ما بيصير بين ليلة وتانية.